مبارك الدوسري صبحك الله بالخير. طبعا تسوي نفسك نايم ابو محمد وما تدري. شوف الخبر يا مبارك الدوسري، شوف شوف هذه المباراة اللي فزتوا فيها وقلبتوها على التعاون 3-2، تذكرها ولا ما تذكرها؟ طبعا ما تذكرها. تعلم ولا ما تعلم؟ ما تعلم، تسوي نفسك ما تعلم. هذه المباراة شوف دائرة الحكام شنو يقولون، يقولون كاريلو كان يستحق البطاقة الحمراء امام التعاون لمنع تسجيل هدف محقق باستخدام اليد، يعني كان مفترض الفريق يلعب 10 لاعبين ما انطرد. ها بعد اسمع الثانية مبارك الدوسري، ضربة جزاء مد الله العليان لاعب الهلال امام التعاون قرار غير صحيح. اسمع يا مبارك، طبعا لا راح تسمع شيء. هاي واحده من المباريات اللي فزتوا فيها، ويك واحد يقول لك احنا نفوز بقرارات الحكم، احنا الهلال نفوز قرارات الحكم. داره الحكام، تعال مو انا اللي اقول، داره الحكام. تبي تقتنع؟ ما راح تقتنع. لو احط لك الحين والله ادله وبراهين من هنا الى من 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 الكويت للرياض، والله ما راح تقتنعون. بس هم راح احط الادله وراح احط البراهين وراح احط كل شيء صحيح وكلمه الحق، لين ان شاء الله ينصف كل فريق يلعب ضد ربعك. شوف يا ابو سعود، صراحه هناك في يعني من خلال ما يخالف بعد اتصالات على لا بس لحظه صوت. بس يعني هناك يعني احباط كبير عند الجماهير، يعني معظم الانديه يعني نعم. قاعد تظلم في دوري كبير مثل هذا الدوري السعودي، ويصرف عليه ملايين ومحترفين اجانب 7 في كل فريق. فاعتقد انه سوء التحكيم او اداره التحكيم في الاتحاد السعودي عليها مراجعه.